هنا بنش، إحدى المعاقل الأساسية السابقة لتنظيم دولة العراق والشام قبل المعركة الفصل بينه وبين الجيش الحر واضطراره للانسحاب من المدينة. كانوا هون عاملين مثل القطعة العسكرية تبعهم، خلينا نقول، وفيما بعد مقاتلي الجبهة الإسلامية والجيش الحر حاصروهم. طبعا عندهم مقر تاني، حاصروهم بالمقرين. المقر في وسط بنش استسلم فورا، أما هذا المقر فقاوم. وفيما بعد نتيجة الاشتباكات الشديدة ولهذا اضطروا أنهم ينسحبوا على سرمية. لم يبقى من تنظيم الدولة في العراق والشام أو ما يعرف باسم داعش إلا قصصا تروى عن ظلم يشبه ظلما سبق واختبره السوريون مدة 40 عاما على يد نظام الأسد. المساء أجانا المحقق المصري ومعه ثلاثة، اثنين قال لهم حضروا بيريتكم وواحد معه مسدس حضر مسدسا وما حيلكم ما حيلكم، ديروا ظهركم على الحيط، ديروا ظهرنا على الحيط، رفعوا ايديكم. مين اللي بعاوز اعرف مين اللي دخن اليوم؟ اجا واحد بيقول عن حاله انه هو صحفي، اعتقلوه على طريق عفرين، نقلوه من سجن لسجن قبل ما يجي لعنا في اثنين ارمن محتجزينهم لانهم بدهم يغادروا، محتجزينهم بدهم من كل واحد 100,000 دولار ليتركوا. 7 الصبح معركه حرب صارت على السجن اللي نحنا فيه، قذائف، أربيجيات، رشاشات، ثواني لحظات ما شفنا إلا صاروا عنا فوق. يا أخي نحنا مساجين، قال رفعوا إيديكم لا تخافوا، نالوا مساجين، قال لا تخافوا، فتحوا لنا القفل، قال تفضلوا، طالعونا من السجن، جمعونا على الباب وصاروا يقطعونا من بناية لبناية. الجيش السوري الحر قام بتحرير أبو أيمن ومعه 100 معتقل آخر لدى داعش، لا سبب لاعتقالهم سوى الترهيب للتمسك بالسلطة وأرض ليست أرضهم، وعليه يتابع الحر معركته ضد التنظيم في مختلف المناطق السورية، معركة لا تقل أهمية بالنسبة للثوار عن معركتهم ضد النظام، فالظلم واحد وإن تعددت وجوهه.